واحد كوميدي وما جوج كوميديين جوج، المهم واحد بانوا على حقيقتهم، واحد سيدي عطاهم مثال كاع، واحد المهم راه هو خطأ طبي، هذا خطأ طبي، هذا غير زاد خطأ طبي، خطأ طبي الشعب دارو ردوا واعر، وهنا ولا كيقول لهم لا انا مع خوتي الفنانه، الفنانه اللي ما مقاطعينش اخويا، الفنانه ما مقاطعينش، انا حنا عارفين الفنانه كيدبروا من الاشارات، والله يسهل عليهم وبخير وعلى خير، ولكن ماشي غادي ينوضوا قدام الشعب ويقول لهم لا احنا ما مقاطعين. وعارف باش عجبتني عطيهم مثال، مثال نقدر نطلق المراه ولكن ما نسمحش في الولاد، ما تطلق المراه وما تسمحش في الولاد. هذه هذا ما تطلق المرأة، تطلق المرأة تسمح في اللعيبة وكما تسمح في الولاد، الولاد شنو هو المنتوج اللي ما يسمحش فيه، يعني ما يسمحش في الإشهار وما يسمحش اخويا راه المثل ديالك غلط. عرفتي شنو درتي انت دابا؟ دابا انت طلقتي المرأة وبعتي الولاد وبعتي راسك، هادشي المشكلة كي دايرة، طلقتي المرأة وبعتي الولاد، لأن هاد الولاد اللي ما تسمعش فيهم راه هو الجمهور، ديرها في بالك، الجمهور هذا هو اللي ما تقدر تسمع فيه، لأنه نهار اللي طلعك راه بقى غادي معاك، وفيما كدير شي حاجة راه هو معاك وغادي حداك ومعزاز مكرم بهذا الجمهور اللي هو الشعب المغربي، راه هو اللي خلاك تكون أنت سميتك كاينة، فهمتيني؟ سميتك معزاز مكرم، واش فهمتيني يا الأستاذ الكبير؟ هذا هو المشكل ديالك أنت. المهم انا مني انا المهم راكم عارفين انا فهمتي، يقول لك بنادم راه هو راه تزاد غير بخطا طبي، هذا هو الواقع. المثل اللي عطيتيه انا عطيتك المعنى ديالو باش عارف بانك انت راك كرهتي من عند ولاد الشعب. المنضدرات الاخر، المنضدرات اللي يمثل في الخاوه في رمضان، انا ما غاجبش السميات ديالكم لانكم نتوما ما غاستالين، انا جبت السميات ديالكم غير غتزيدوا تشهروا، وانا ما غني غنهضر، انا الشعب راه عارف على من كنهضر فقط. الاخر قال لك اسيدي ما بقاش يهضر ما مساليش ما كاينش هو كاع ابي اسي الاستاذ الكبير المهرج، انا كنهضر نتوما تبقاو بالنسبه ليا مهرجين، نتوما كتفرج بيكم الحكومه كتضحك عليكم، مش كتضحكوا ولا كتضحك عليكم، فهمتيني؟ لان الفورمة بعدا ديال التمثيل ما عندكمش، ما عندكم حتى علاقه بشي حاجه، هذا هو الواقع، ما بينكمش وبين هذا الشيء كامل. اش بغيتوا بشي تمثيل؟ حنا غير حنا ولاد الشعب، الشعب راه ماشي ان مقاطع صافي غتسال المقاطعه، غتسالي المقاطعه وما غيبقاوش، وغنوليو مزيانين وغنوليو بخير وعلى خير وغنبي خير، وانتم غتعاموا تقول لا راه غدا وكتزاد وكذا، ما غتزاد غادي داكشي اللي بغينا حنا غادي نديو حنا، انا كنطالبوا غير حق، راه ماشي كنبدلوا عباد الله، راه كنطالبوا غير الحق، فهمتيني؟ نتوما جعتوا، نتوما طمعتوا الطمع، الطمع طاعون يا خوتي، الطمع طاعون. وشنو هو الطمع طاعون؟ طمعتوا فقلتوا صافي راه هدا وهدي وهداك وراه صافي، والاشهارات كاينه والاموال داخله والاموال خارجه، ولكن هذه الاموال اللي داخله والاموال اللي خارجه راه كتاخذوها من عند الشعب، راه الشعب ملي كتدخل اي غير سهره في مسرح محمد الخامس ولا في بواط ولا في اي بلاصه، راه كيخلصوا الفلوس باش كيدخلوا باش كيتفرجوا فيكم نتوما، هما كيعاونوكم ماديا وكيعاونوكم معنويا وكيخليوكم الناس، ماشي حمير بغال لا، كيردكم ناس ماشي مهرجين، كيردكم كوميديين حقيقيين، هذا الشعب هذا اللي نتوما بغيتوا تدوروا عليه فرمشت عين، ولكن حنا ماشي عندناش مشكل، ما عندناش مشكل، بغيت قاطعتي ما عندناش مشكل، ما قاطعتيش ما عندناش مشكل، لان لقيت الحمد لله، لان عرفنا بنادم على الحقيقه ديالو، ملي كتعرف الانسان على الحقيقه ديالو هذاك هو الربع عندنا حنا، ما عندناش غرام ديال المشكل، هذا هو الواقع، هذا بالنسبه للمورجين. وبالنسبه لشي وحدين اللي داخلين عندي دابا خوتي اللي كيبارطاجيو من عندي، هاد الناس اللي بحال دائما كنقولها لكم صحاب اليوتيوب، خذوا من عند هادي وقطعوا كيما بغيتوا، وكل واحد يلوح كيما بغى، وكل واحد يدبر على راسه، من عند خوك عادل الميلودي ما كيقول لكم انا معاكم في السراء وفي الضراء وانا معاكم حتى للموت. ورجع سمحوا لي اخوتي على الاقتطاع، الويفي قليل شويه، راه ما مشيت ما والو، انا راه باقي معاكم، غير الويفي قليل شويه باب العجب هذا. مرحبا خويا اديل، مرحبا، مساء الخير خويا اديل بيلودي، جيب العز ولا كحاتكم ضابطي الفنانه ديال المرقاق والزرقاء نيشان عبد القادر زياني، مرحبا. العصير في كاس كبير كوم ضابطيد، لازم مقاطعه بعض الاوباش مثل رشيد شو وهشام سرار، لانهم خانوا الشعب الذي كان وراءهم دائما حتى اصبحوا مشهورين، ولان يقفون ضدهم. اخواني اخواتي المغاربه الاحرار، لازم نقف وقفه واحده ضد هذا الاوباش.
مرحبا كلام واقع الدوق صامات شفتي اش وقع عليه؟ واه شوف داك السيد شتو عيني زرقوا عليه ضربوه، لان فهمتيني نورمال الانسان اللي كيهضر على الحق هذه ياكل العصا كون على يقين فهمتي. حتى انا كنتسنى هاد الشيء هذا، ولكن انا ما غيضحش انت، لان اللي غادي يجي غيدافز معايا غنعجبو، يا انا يا هو، باش ما بغاو داك الشيء ديال الله ما على باليش، لان كاين عمود وحده والهضره المعقوله ما كتبغي ما كيعجب ما كتعجب حتى واحد. حنا غنهضروا الشعب المغربي كيهضر هضره معقوله. ابيتم ام كرهتم الشعب المغربي النمبر هو الشعب المغربي، العالم كيهضر عليه. حتى داك جورج قرداحي دار شنو ما هو البارح اللي نجح في المقاطعه ديالو، واش مصر ليبيا الاردن ام المغرب؟ مليون دولار. السيد جاوب عليها هو المغرب مليون دولار معزز مكرم، لان الشعب قدرنا ننجحوا في المقاطعه ديالنا، وما بغيناش الفتنه، وما بغينا الصداع، وما غندابزوش، وما غنديروا حتى شي حاجه، وغاديين بالحياه ديالنا. الا ما كاينش سونطرا راه كاينه جوده، راه كاين بزاف ديال، الا ما كاين سيدي علي راه كاين الباهيه، وكاين عين سميتو عين سلطان، وكاين بزاف ديال الماء. الا ما كاينش افريقيا راه كاين شال، وكاين طوطال، وكاين بزاف ديال اللعيبات. حنا ناس محاربين معاكم على الغلا ماشي بالمدابزة. نتوما تهضروا حنا نسكتوا، نتوما قولوا وحنا نسكتوا، نتوما عيشوا اوكي حنا عايشين عليكم بوالو، عايشين اقسم بالله الا عايشين، عايشين ومزيانين وزوينين وضاحكين وما عندناش غرام ديال المشكل. وان شاء الله الرحمن الرحيم الا بقيتوا هكا راه حنا مازال مقاطعين، تديروا شي حل لراسكم، اما حنا عندنا الحلول. حنا ما عندناش مشكل، حنا راه ما عندناش، حنا ناس كندابزوا على ود الفقير. حنا الفقير داركم النواب باش تنوبوا عليه، باش تهضروا عليه في الامحان، ماشي ملي كتبغيو تاخذوا الرئاسه تاخذوا الكرسي كتبقاو تطلبوا وتزاوقوا. الحمد لله كاينين فيديوهات، كاينين فيديوهات ديالكم، اي وزير عنده الفيديو ديالو، اي واحد ولا وزير ولا البرلماني ولا كاع اللي هضر في ولاد الشعب خايب عندنا الفيديو ديالو، عندنا الماضي ديالو، ما عندناش غرام ديال المشكل. حنا ماشي هنا، حنا كنهضروا غير نيشان، حنا ما تعايروناش ما عندناش ولكن عايرتونا وما قلنا لكم والو، قلتوا فينا اللي بغيتوا ما قلنا لكم والو، شنو بغيتوا خسر من هذا الشيء هذا؟ شنو بغيتوا ديروا مازال؟ صافي كافى من هذا الشيء هذا، حنا ما طالبين والو، ما بغينا والو خوتي، طالبين الرخاء، بغينا الرخاء. وماشي داك الرخا اللي كتعرفوا، لان نتوما كنتو كتفكروا مزيان غنعطيو للشعب، غتخليوه في الخاطر ديالو، وداك الساعه نتوما اللي بغيتو هو يدير معاكم الخاطر ديالو، غتخلي داك الساعه كما درتو ليه راه مزيان، ولكن نتوما شديتو تحديتوه، وهاد الشعب داركم راه يبدلو وتحداوه. هادوك منتوجات راه عندهم اليوم كيدخلوا الاموال الطائله، الله يسهل عليهم. حنا مقاطعين المنتوجات، هادوك اللي زايدين المنتوجات اللي زايدين، اما داك الناس ديال صحابنا حنا عارفينهم لاباس عليهم، وعارفينهم خصهم تا خير، وعارفين هادشي كامل، ولكن اخويا حنا مقاطعين الغلا، حنا ما شغلناش باللي لاباس عليه وش داك اللي ما لاباسش عليه، ما عندنا حتى غرام ديال المشكل معاه اصلا، فهمتيني. حنا عندنا المشكل في الغلا، زدتو في شي حاجه ما عجباناش راها ما عجباناش، وزايدون حنا شادين، نتوما شادين معنا الزكار، حنا شادين معكم الخاطر، تاتبغيو في خاطركم، ما عندها بزوج، والمغرب كامل انا عايش بيني شي وحدين كيهضروا، وبزاف بزاف 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 كل واحد عجبني. قلت لكم ديك المره اي واحد يقدر يدير شي حاجه يقدر ينوض يديرها، اي واحد عنده شي جمله مفيده ينوض يديرها، ما تخليهمش يضغطوا عليكم شي حاجه ما كايناش، وبقاو كذوب اي حاجه بغاو يديروها الله يسهل عليهم. حنا الشعار ديالنا الواحد هو مقاطعون، هذا الشعار اللي عندنا حنا الساد، مقاطعون مقاطعون، الشعار ديالنا هو مقاطعون، ما عندناش غرام ديال المشكل. شي حاجه واحده اخرى ما ندابزو ما والو، واللي بغى يدينا الحبس مرحبا، نحن مقاطعون. انا اول واحد بتفكر السي الخلفي دي شي واحد الحبس راه هو هادي الميلودي، اول واحد خاصك ديه، لانه مقاطع هاد المنتوجات، مقاطعين المنتوجات ديال هاد الشركات سيدي علي سونترالو افريقيا، حتى يخفضوا من الاسعار، المواطن في خطر، جيبوا مسكين ما يقدر حيت في الميزيريه. وناض وزير تكلم بصيفته زعما مسلم، قال لهم يا المداويخ ها وي 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 مداويخ داكشي. شوف حنا ما كضرناش كلامكم كاع ما كيهمناش، ماشي ما لان ملي غتهضروا معنا هضروا معقوله غنسمعوا لكم، ما تهضروا معنا بالتخربيق راه ماشي، حنا حتى الفيران ما يسمعوش لكم. واش عقلتي السي الخلفي؟ عقلتي ونقول واحد القضيه، راه الشعب الليبي اللي سميتو القذافي قال لهم الجردان، عرفت كيردوه؟ واش عارف كيردوه ولا شي جرده؟ شي ردوه جرده هو ولا جرده؟ ماشي جردان ولا جرده، بهدلوه ذا الشعب ديال قال لهم جردان.
نتوما قلتوا لنا المداويخ وقلتوا لنا القطيع وقلتوا لنا الجيعانين وقلتوا لنا المجهولين وسميتونا بجميع الاوصاف القبيحه وما هضرناش معكم.